مساحة، السلام عليكم. في فيديو سابق قبل أسبوع من الآن وضعت لكم أبرد المناطق في العالم، ووعدتكم بأني سأضع أسخن المناطق في العالم. بالمناسبة فيديو يوم الجمعة إن شاء الله في الثالثة مساء سيكون فقرة اسألني، لذلك ضعوا كل أسئلتكم على آخر صورة نشرتها في الإنستغرام. لكن قبل كل شيء أحضر كوب من الماء بارد وأحضر معك منشفة، واعطيني لايك الفيديو إن أعجبك واشترك في القناة، ويلا نبدأ. قبلي التونسية. تقع مدينة قبلي التونسية في وسط تونس تقريبا، وتعتبر حسب خبراء الطقس من أكثر مناطق القارة الإفريقية ارتفاعا في درجات الحرارة، وتصل الحرارة في هذه الواحة الواقعة في الصحراء لدرجة يمكن أن يقلى البيض بواسطتها، فقد سجلت هذه المنطقة 55 درجة مئوية. وبسبب تاريخ المدينة العريق والقديم، حيث أنه يمتد لآلاف السنين، استطاع السكان أن يطوروا ويخترعوا عدة طرق لتحميهم من هذه الحرارة، فهم يخزنون الماء باستمرار للمحافظة على برودتهم. غدامس الليبية. غدامس تقع في شمال غرب ليبيا، وهي تقريبا فيها نفس درجة حرارة مدينة قبلي التونسية، وتصل في المتوسط إلى 40 درجة، أي أن المتوسط هو 40 درجة، وهي أيضا عبارة عن واحة في الصحراء. بسبب الحرارة الشديدة يعيش سكانها في منازل ذات جدران طينية سميكة لتحميهم من درجات الحرارة المرتفعة، وتعد ضمن مناطق التراث العالمي، وهي واحدة من أقدم المدن. مناخها صحراوي وتقريبا لا تسقط فيها الأمطار، فالمعدل السنوي للأمطار المتساقطة هناك هي 33.1 مليمتر في السنة، ودرجة الحرارة القصوى تصل إلى 55 درجة مئوية. تومبوكتو في مالي. تقع هذه المدينة في الحافة الجنوبية للصحراء الكبرى، أي على بعد 10 أميال شمال نهر النيجر. هذه المدينة محاطة بكثبان وجبال رملية هائلة، وغالبا ما تكون شوارعها مغطاة بالرمال، وتصل درجة الحرارة المسجلة في هذا المكان إلى 54 درجة مئوية. منطقة فينيكس إيريا. فينيكس إيريا موجودة في ولاية أريزونا الأمريكية. فعلا هذه المنطقة اسمها يناسبها، فهي بالعربية اسمها منطقة العنقاء. فينيكس هو العنقاء، وطبعا نعرف أن العنقاء هو مخلوق أسطوري خرافي عند العرب. تصل درجة الحرارة في الظل إلى 60 درجة مئوية، ويعيش بها ما يقارب من 1,600,000 مواطن. المواطنون لا يستطيعون الخروج أبدا في تلك الحرارة، ويختبئون في الصيف في منازلهم ولا يخرجون إطلاقا إلا للضرورة. من الأشياء الطريفة في هذه المنطقة أن بعض المواطنين قاموا بإجراء تجارب غريبة، حيث وضعوا حلوى بسكويت فوق سطح سيارة بدون أي حماية، وتركوها لعدة دقائق، وعادوا ليجدوا بأن البسكويت قد نضج وأصبح صالحا للأكل، تماما كأنك وضعتها في الفرن. وشاهدوا هذا الفيديو. فلذلك ببساطة خروج أي شخص لمدة 10 دقائق في ذلك المكان، وبالخصوص في الصيف وبدون أي حماية، سيعرضك للموت، الاحتراق، ضربة شمس قاتلة. لذلك في الغالب في منطقة فينيكس إيريا يتم تحذير المواطنين مرارا وتكرارا في الإعلام. وادي حلفة في السودان. هذا الوادي موجود في شمال السودان، وهو قريب جدا من الحدود المصرية، وهو يعتبر واحد من أسخن المناطق في العالم أيضا، وأيضا يعتبر من أكثر المناطق جفافا. ففي أبريل من سنة 1967 وصلت درجة الحرارة هناك إلى 53 درجة مئوية، حتى أنه في سنة 2015 توفي 16 شخص بسبب ارتفاع درجة الحرارة المهول في ذلك الوادي. صحراء لوط الإيرانية. صحراء لوط موجودة في جنوب شرق إيران، وهي من أكبر الصحارى في آسيا الوسطى. الحرارة في ذلك المكان رهيب جدا، لدرجة أنه لم يتم العثور على أي حياة هناك، لا حيوانية ولا نباتية ولا حتى بكتيرية. ومن المعروف أن البكتيريا تستطيع أن تصبر في درجات الحرارة والبرودة القاتلة، وتعيش في أقصى الظروف في العالم. ولهذا السبب أيضا جثث الموتى في صحراء لوط لا تتحلل، وإنما تصبح مومياءات، تقوم الحرارة بتجفيف جثث الموتى هناك. في هذه الصحراء الغريبة تصل درجة الحرارة إلى مستويات مخيفة، وتعتبر أسخن صحراء في العالم. ففي 2008 وصلت الحرارة إلى 63 درجة مئوية، ولقد سجل إحدى الأقمار الصناعية التابعة لناسا أعلى درجة حرارة مسجل على وجه الأرض، وقد كانت 71 درجة مئوية في صحراء لوط. وتذكروا بأن هذه صحراء لهذا السبب سجلت فيها هذه الحرارة. بالمناسبة أعرف أن بعضكم قد يسأل لماذا سميت صحراء لوط بلوط، وجميعنا نعرف بأن هذا الاسم هو لنبي الله لوط عليه السلام. حسنا، ما يقال بأن لوط عليه السلام قد بقي في هذه المنطقة قبل أن يذهب لمنطقة البحر الميت في الأردن. هذا ما يقال، والله أعلم عن السبب الحقيقي.
كوينزلاند في أستراليا. واحدة من الأشياء التي ربما ستعرفوها لأول مرة عن أستراليا هي أنها القارة المأهولة الأكثر جفافا في العالم، لدرجة أن الحرائق التي تصيب أستراليا بسبب درجة الحرارة المرتفعة في كل صيف أصبحت تتكرر بشكل كبير. ففي سنة 2009 فقط قتل 173 شخص وأصيب 400 شخص بسبب الحرائق المهولة التي حدثت في أستراليا، وكل ذلك بسبب الحرارة الملتهبة. وهذا اليوم الذي حدثت فيه هذه الكارثة يسمى بالسبت الأسود. وبحسب وكالة ناسا فقد وصلت درجة الحرارة في هذا المكان المخيف سنة 2003 فقط إلى 69 درجة مئوية، وهذا طبعا يرجع إلى أن أغلب أستراليا صحراء. الكويت، 24 يوليو من سنة 2016 كان يوم لا ينسى في الكويت، والأصدقاء الكويتيين الذين يشاهدونني الآن ربما يعرفون عن ماذا أتكلم. فبحسب المنظمة الدولية للأرصاد الجوية المعروفة بالـ WMO فقد اشتدت الحرارة بشكل مفجع ومرعب، لدرجة جعلت ميزان الحرارة يصل إلى مستوى لم يصل إليه من قبل في العالم في أي منطقة مأهولة بالسكان، حيث وصلت درجة الحرارة إلى 54 درجة مئوية، وتم تسجيلها في منطقة مطربة الكويتية القريبة من العراق. وتناقلت هذا الخبر أغلب وسائل الإعلام العالمية، حتى أن بعض المؤرخين يقولون بأن الكويت هي التي كان يقصدها الرحالة المغربي الشهير ابن بطوطة حينما قال في كتابه: مررت بأرض أسفل البصرة يقال لها كاظمة لا تسكنها الجن من شدة الحر. وهذا تهكم من ابن بطوطة على أن هذا المكان من شدة حرارته حتى أن الجن مستحيل أن يعيشوا فيه، فما أدراك بالبشر. وفعلا منطقة كاظمة موجودة في الكويت، الحرارة وصلت إلى 53، وإحنا الحين في منطقة واحدة اللي هي منطقة مطربة. مطربة هي منطقة في شمال غرب الكويت قريبة عن الحدود العراقية، مو بعيد منطقة اللي قرب، يمكن يعرفون الأخوان خبار العوازم، قريبة عنها صوب الكثبان الرملية، سجلت 54 درجة مئوية. العراق البصرة، سجل العراق ثاني أشد حرارة تم تسجيلها على الأرض في منطقة مأهولة بالسكان، وبالضبط في 23 يوليو 2016، وكان ذلك في البصرة جنوب العراق، حيث وصلت درجة الحرارة إلى 53.9 مئوية، أي نصف حرارة غليان الماء، وجاءت في المركز الثاني لأن المركز الأول كان من نصيب الكويت التي سجلت 54 درجة في نفس اليوم. ففي ذلك اليوم الكثير من الناس نشروا صور لاحتراق سيارات بسبب الحرارة الشديدة. هذا الارتفاع جعل محافظة البصرة تحتل المرتبة الثانية بأعلى درجات للحرارة في العالم خلال اليومين الماضيين بعد الكويت، لتسجل 51 درجة مئوية بحسب الجدول الذي نشرته محطة بيلا سيرفيلي في كاليفورنيا الأمريكية. وادي الموت بأمريكا، هذه المنطقة ما زالت تتربع على أعلى درجات حرارة مسجلة. تعتبر هذه المنطقة من المناطق الأكثر انخفاضا وجفافا في العالم، ويقع هذا الوادي في صحراء موهافي في كاليفورنيا، ويعتبر أكبر محمية طبيعية في العالم بمساحة تفوق 3.3 مليون فدان. وفعلا هذا الوادي هو اسم على مسمى وادي الموت، لأن كل من عبوره يموت، والكثير من الناس في الماضي ماتوا وهم يحاولون عبوره للبحث عن الذهب. ففي 10 من يوليو سنة 1913 سجلت هذه المنطقة أعلى درجة حرارة تم قياسها على كوكب الأرض، وبالضبط في منطقة سكانية، وهي 56.6 مئوية. وفي يوم الأحد 31 يونيو من 2013 تم وضع مقياس الحرارة بداخل مقلاة في الوادي، وسجل المقياس درجة حرارة وصلت ل70 درجة مئوية، هذا حسب ما قالته بعض وسائل الإعلام. لكن ربما هذه الحرارة تعود لأن المقياس تم وضعه في مقلاة وهي أداة معدنية. مع كل هذه الأرقام القياسية تم تحويل وادي الموت إلى محمية وطنية ونصف تذكاري وطني، وهذا كان في سنة 1933. فلا تنسوا لايك للفيديو، وأشوفكم يوم الجمعة 3 مساء. يوسف، سلام عليكم.